لحد الان. اعتقد شوط كان متوازن، اثر عليه في جانب برشلونه غياب ليونيل ميسي صانع العاب الفريق. ريال مدريد كان الافضل اداء ونتيجه، واعتقد انه اذا استمر على هذا المنوال سيكسب المباراه باريحيه. الشوط الاول ديال المباراه البارسا فعلا ماشي في المستوى، بغينا فالفيردي يدخل لينا ميسي، راه هذا تيخربق علينا. اش تيلعب لي انا مالكوم؟ اش مالكوم لعاب؟ واخا هو الصراحه هو اللي لعب هذا البريمير مانطا، ولكن راه هادشي ماشي بلان. بغينا الدراري يدخلوا، بغينا نربحوا، واخا لاعب شو سميتو الالي راه خاصك تلعب الفرقه الاولى صاحبي، اش تقدر تدخل لي مالكوم انا في ماتش ديال كونتر الريال؟ حكم الساحه كان جيدا في معظم اللقطات، اعتقد حكمي الجناحين لديهم اشارات لم تكن في مكانها، برايي في المجمل التحكيم كان جيدا. التحكيم ما فيهش مشكل، ما يبانش ليها مشكل في اللعابه. الريال برشا ما لعبهاش مزيان. المقابله كانت زوينه يعني شاهدنا، واخا ما كانوش الاهداف فريق برشلونه عارف يتحكم في المقابله، جاب المقابله بواحد النسبه كبيره اللي 85%، وفريق برشلونه يعني الكلاسيكو الاخير اللي كنا تفرجنا فيه كانت واحد النتيجه كبيره، يعني ما بقيناش كنشوفوا ذاك الكلاسيكو اللي كان كبير كتكون واحد رده فعل من المنافس اللي هو مدريد. فريق برشلونه كيبقى فريق عريق بحكم المجابات المقابلات ديالو، وبحكم الترسانه اللي كيقوم بها برشلونه، وكما لاحظنا واحد اللاعب اللي جا داك كومان هو لاعب غادي يعطي الجديد لبرشلونه، وديما برشلونه وان شاء الله غادي نضربهم في الكامب نو 3-0 في برنابيو 3-0. رأيي ديالي بالنسبه للمقابله كان الريال احسن من البارسا بزاف، ولكن فرص الحظ ديال بروميير ميطا اللي ضيعوا الريال، دوزيام ميطا لابد كان هذه ترجع بارسا في المقابله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.